برعاية وزيرة السياحة والآثار لينا عناب وحضور شخصيات رسمية وكنسية وعامة وعدد من مسؤولي المحافظة، احتفلت مادبا بفوزها بلقب المدينة العالمية للحرف اليدوية بفن الفسيفساء لعام 2016 في المسابقة التي نظمها مجلس الحرف العالمي. وقالت وزيرة السياحة في كلمتها إن فوز مادبا يأتي في ظل نهضة سياحية شاملة تشهدها المدينة واحتضانها لمواقع أثرية تاريخية ذات أثر سياحي مهم له علاقة عميقة بتفرد الأردن بالبدايات الأولى للحضارة والديانات. هذا الفوز مهم جدا لمدينة مادبا وللأردن وخصوصا بما يخص السياحة. مادبا هي واحدة من 16 مدينة في العالم تحوز بهذا اللقب، واحدة من 3 مدن في العالم العربي عندها هذا اللقب، والمدن الأخرى هي الخليل في فلسطين وطرابلس في لبنان. فيعني بنقبل وكلنا يعني متأكدين إنه إن شاء الله هذا الفوز رح يساعدنا كمان في عملية الترويج للسياحة في مادبا وكمان لعملية تعريف العالم بقيمة هذا الفن المهم الفسيفسائي اللي بتشتهر في مدينة مادبا. وأكدت نائب رئيس إقليم آسيا بمجلس الحرف العالمي الدكتورة غادة القدومي أن فوز مدينة مادبا بهذا اللقب سيعزز مكانتها الحضارية ويفتح المجال أمام المدن الحرفية العالمية الأخرى للتعاون والمشاركة في كثير من الفعاليات التي يقيمها مجلس الحرف العالمي. أتوجه باسمي وباسم رئيس مجلس الحرف العالمي الذي لم يتمكن أيضا من الحضور وباسم إقليم آسيا والباسيفيك إلى جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله وإلى أهالي مدينة مادبا بوجه خاص والشعب الأردني بوجه عام بالتهاني الصادقة لنيل مدينة مادبا ذات التاريخ والحضارة العريقة لقب مدينة حرفية عالمية للفسيفساء الحجرية صادرة من مجلس الحرف العالمي الذي أطلق مشروع المدن الحرفية العالمية منذ العام 2014. وألقيت في الحفل كلمات لعدد من مسؤولي المحافظة أكدوا فيها أن فوز المحافظة باللقب العالمي يضعها على خارطة السياحة العالمية لإبراز إرثها التاريخي ومكانتها السياحية الهامة. فوز مادبا بهذه الشهادة وبهذه الجائزة هو تأكيد على أهمية مادبا وأهمية المعالم السياحية والأثرية في مادبا والفسيفساء بحد ذاته في مادبا أصبحت تعرف كمدينة الفسيفساء العالمية، واليوم ننظر إلى مادبا كمنطقة لجذب السياحة من كافة أنحاء العالم إلى الأردن، ومن خلالها تنطلق من مادبا العزيزة على قلوبنا جميعا إلى كافة المناطق السياحية في المملكة. واشتمل الحفل على العديد من الفقرات التراثية والفنية ودبكات فلكلورية قدمها أبناء المحافظة. وفي الختام قدمت وزيرة السياحة الدروع التقديرية على الجهات التي ساهمت في فوز المدينة باللقب العالمي، ثم جال الحضور بأروقة معرض الحرف اليدوية.